السلام عليكم، يعطيكم العافية. ايش اخباركم؟ عندنا اليوم شرح للتوزيعة العاشرة من انفور. التوزيعة العاشرة تعتبر، هذا موقع التوزيعة العاشرة، ما بين التوزيعة الثامنة والتوزيعة السابعة. هذا عشرة، موقعها مميز، رواق انفور وايضا رواق جنوب سعد العبد الله ككل، يعني من جهة الجنوب. توزيعة مميزة، هذا أشكال بيوتها، مربع مستطيل وشبه مستطيل، عدد قسايمها 254 قسيمة، تعتبر من المقاربة أعتقد الثالثة أو الثانية، شيء كذي ثالثة. عموما أنها ثاني أو ثالث أقل أصغر توزيعة، تعتبر فعليا قطعة ثلاثة. مساحة بيوتها ككل جنوب سعد العبد الله 400 متر مربع، منطقة يعني توزيعها حلوة، تقريبا نسبة السد فيها 31%، سدودها تقريبا 81 سد، عفوا 81 سد من أصل 254، يعني هم زينة، مو سيئة. تعتبر قلنا رواق، اي رواق. تقريبا نسبة البيوت الحلوة في او المميزة من 1 إلى 153، 151 عفوا، 151 بيت، من 1 إلى 153، لا 153 او 153، من 1 إلى 153 بيت، يعني قاعد اتكلم على 60% منها مواقع مميزة. أي نسبة فوق ال 50% هذه مميزة. ليش؟ لأن مرضية، مو ظالمة راح تكون. فمن واحد رقمك إلى غاية 153 صفقة ناجحة حلوة. قلنا عن موقع مداخلها ومخارجها، موجود مداخل طبعا من قلنا من هني، من الصوب هذا من الثامنة وأيضا من السابعة، وعندك اللي هو المدخل الرئيسي من الرواق نفسه، من هني طبعا، يا دوار الدش من هني أو الدش دايركت على طول. لها مدخل طبعا من فوق، قريبة من خدمات فوقها، ونلاحظ هني موجود اللي هو مخفر وحديقة ومواقف، هذا موجود فوقها خدمات تخدمها يعني مشتركة. يخدمها مسجدين طبعا، هذا المسجدين فيها ما شاء الله جميع أنواع أشكال البيوت، 3 واجهات، زاوية بطن مظاهر، سكة خلفية مشترك، شارع واحد، سد وسكة وسد. نشوف ما شاء الله الـ3 واجهات حلوة اللي فيها ما شاء الله. هذا شوفها بيتين ما يشاركهم أحد، 20 متر تحت أرض، يعني هذا نفس الشيء طبعا، كلهم 21 20 21 كلهم بعمق 8.5. هذا على الرواق نفسه، عندك الروس فيها واجد مو شوية، هني وهني وأيضا هذيلة، في عندك بعد فوق فيها هذا ما شاء الله، يعني هذا مو عائق، المحول مو عائق لأنك راح تستفيد من ورا. هذا مسافتك بس من زاوية من زاوية المحول إلى زاوية بيتك فقط، وأيضا هذا طبعا. لكن هني اللي يميزه شنو، إنه 10 متر 8.5، لو كانت بس لهذا كذي هم للحين مرقتها، بس انت راح تاخذ اكثر لان هذا اكثر راح يكون المسافه، هذا يقرب 13 14 متر، غير طبعا هني تقدر تسكر يعني تخلي منفس او مجال حق طوارئ. هذا الراس حلو مقابل خدمات، هذا كلهم مقابل خدمات. توزيعه مرتبه يعني كبيوت مرتبه، ما فيها مايله ولا ميلان من الامور هذا، لا فيها مشتركه اوكي، بس انه ميلان لا، بيوت سيدة يعني ما فيها راتع، جميع الأشكال فيها موجودة، حيل حلوة، شبه خدمية بسيطة يعني، أو يعتبر نقول ضعيفة بالمرافق، وقد تكون ضعيفة بالنسبة لك ممتازة، يعني هدوء راح يكون، ماكو مدارس، ما في ازدحام، هذا القصد من المرافق اللي فيها يعني. الزوايا اللي فيها حلوة كثرة يعني مو شوية، شوف هذيلا ما شاء الله،
جهة الشرق ومقابلي المسجد، وأيضا المواقف تخدمهم بشكل يعني مباشر، حيل حلوين عندك هذا يعني. هذا اللي يجون على المدخل الرئيسي أو المدخل العام لهم، ما شاء الله هذيلا بس داخل يعني، هذا الزوايا الداخلية هذه حلوة، هذا يعني منفس له، هذا طبعا ممكن يتشارك وياك يعني يدش. هو يعني هذا واضح زواياته، ما يحتاج يعني شرح، هي قطعة يعني تعتبر صغيرة يعني ما تحتاج شرح واجد. البطن وظهر مثل ما قلنا، عندنا ذيلة اللي رواق التوزيع نفسه مو القطعة مقابل السبعة، ويخدمهم هذيلا كلهم خادمهم المسجد مقابل له، هذيلا يعتبرون مدخل رئيسي على من التوزيع نفسها أو من الرواق يعني، على طول مدخل رئيسي، وهذيلا على الرواق قلنا طبعا، هذيلا الأفضل يعني مبين واضح أنهم الأفضل، هذيلا قريبين من الخدمات حلوين. أيضا هذا المخفر وقصدي الخدمات والمواقف كلها تخدم هالبطن وظهر. عندهم الشارع واحد للمشتركة ما شاء الله، مو شوية بعد حلوين، صفة كاملة هذه كلها، جزء منهم يخدمهم المسجد وجزء منهم المسجد، هذا دائما تختار اللي فيهم هذيل النفاذ أول بعدين روح حق الثانيين. سدود سكة ما شاء الله فيها عدد حلو، هذه سدود مميزة لقربها من المسجد، وأيضا هذول يعني مميزين يعني القراب يعني الخدمات مميزين يعني، خصوصا هذا يعني مدخل مخرج سهل نيتشو 920 مو بعاد، هذا يعني المسجد قريب، هذيلا كلهم يستفيدون من المسجد يعني، قربك من المسجد فايدة إن شاء الله، الله يرزقكم هالفايدة إن شاء الله بإذن الله. هذا بعد قريب من المدخل المخرج يعني حلوين، ما أقدر أشرحها والله واجد، واضحة هي يعني قطعة حلوة هادية، للي يحب الهدوء هذا خيار مناسب، موقعها حيل حلو. عاد راح يضمونها يمكن أعتقد مع الثامنة راح تنضم، إيه راح تصير قطعة ثلاثة مع الثامنة بروحها كلها قطعة واحدة راح يصيرون. مدخلها ومخرجها راح يكون سهل من كذا مكان مثل ما قلنا، دام بيضمونها مع الثامنة دش عليها من خمسة من فوق، أو مدخلك من يعني السابع راح يكون دش هني من طريق خمسة وتنزل تحت، أو من كم اللي تسعة ودش من صوب ثمانية، هذا راح يكون خط من صوب تسعة، الخط هذا من صوب تسعة الدخول مباشر من السابع، هذا راح يقطعهم كلهم يخدمهم، خدم تسعة وسبعة وعشرة وثمانية كلهم. وبس والله إذا محتاجة تفصيل بعدين راح أفصلها بإذن الله، إذا في شيء راح أعلنه بالسناب، هذا الباركود عندكم تنسخونه وتشرفوني إن شاء الله، موجود في يعني أي إعلان أعلنه أو توزيعات أعلنه عن طريق السناب، وأي ملفات يعني عالية الوضوح شروحات معلومات كلها موجودة وين؟ بالتليجرام إن شاء الله، دشون الجروب ان شاء الله، والجروب ما في مناقشات يعني مو مزعج نهائيا، اللهم باليوم كذا يعني بوست بوستين ثلاثة كذي مختصرة وفيها فائدة تكفي عن اليوم كامل بإذن الله. وبس والله أسأل الله أن الله يرزقكم، وأسعد بالمناقشة وياكم دائما، عسى الله يرزقكم إن شاء الله حسن الاختيار ويسهل أموركم ويرزقكم الجار الطيب، ومع السلامة.